السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سعر الصرف يثبت لسنوات، محافظ البنك المركزي تصريحات السياسيين لن تؤثر على قراراتنا، أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب خيف أن السعر الحالي للدولار سيثبت لسنوات أخرى مقبلة، وتصريحات السياسيين لن تؤثر على قرارات البنك، ونفى مخيف في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر IBBC للتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المنعقدة في دبي وجود نية لدى البنك المركزي لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي، وأكد مخيف أن السعر الحالي للدولار سيثبت لسنوات أخرى مقبلة، لافتا إلى أن تصريحات المسؤولين الحكوميين والسياسيين والنواب لن تؤثر على قرارات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن. رفع قيمة الدينار العراقي هل هو في صالح الحكومة الحالية؟ أقدمت الحكومة الماضية على خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من 1182 دينار إلى كل دولار إلى 1460 دينار، أي قللت قيمة الدينار العراقي بمقدار 22.3%، وهي نفس القيمة التي ارتفع فيها أسعار السوق لأنها مستوردة بالدولار. كانت العملية هي حل آني لسد العجز في تمويل النفقات الحكومية وبالخصوص دفع رواتب وموظفي الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمي، للعلم أن 70% من النفقات الحكومية هي نفقات تشغيلية وأن 60% من النفقات التشغيلية هي رواتب للموظفين والمتقاعدين، وبالتالي اقترحت الحكومة الماضية لحل هذه المشكلة بالورقة البيضاء الإصلاحية والتي فيها أمور إيجابية. من تلك الأمور نقطتين مهمتين، وهم أولا تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي هي الضرائب والجمارك والرسوم وأرباح الشركات والهبات والإعانات، لكن نفس الحكومة قامت بأكبر عملية سرقة بالعراق في دائرة الضريبة. ثانيا الموضوع الآخر هو تقليل الإنفاق العام وبالخصوص التشغيلي الذي يذهب بمعظمه إلى رواتب عن طريق إيقاف التعيينات إلا في وزارتين حسب قانون موازنة عام 2021، وترشيق الوزارات والدوائر عن طريق إلغاء درجات من يحال إلى التقاعد أو يتوفى أو ينقل، وهذه النقطة أيضا خالفتها الحكومة بتعيين كميات كبيرة في آخر يومين من حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي إن التخفيض في قيمة الدينار العراقي هو حل آني وليس استراتيجي، والذي كان لانخفاض قيمة برميل النفط الذي وصل دون 20 دولار، وأما الآن فإن قيمة برميل النفط تجاوزت 90 دولار، وأن الرواتب مؤمنة مع وجود فائض في الأموال والتي ذهبت إلى زيادة رصيد العملة الصعبة وسبائك الذهب وسندات أمريكية. وهنا نتساءل ونقول هل من الجيد إعادة سعر الصرف القديم للدولار؟ سنتناول الإجابة على هذا السؤال من ناحيتين، الأولى هي من ناحية الحكومة والثانية من ناحية المواطن. أولا من ناحية الحكومة، أن إعادة سعر صرف الدولار بالقديم فيه تفسيرين. أولا أن إعادة سعر صرف القديم يعني خفض في قيمة الأسعار في السوق وبالتالي مساعدة المواطن الفقير بطريقة غير مباشرة، وهذا يعني زيادة شعبية الحكومة الحالية لأنها انتهجت نهج مخالف للحكومة السابقة التي ضيقت على المواطن، لكن بالمقابل سيرتفع المبلغ المخصص للإنفاق العام بحدود 7 إلى 10 مليار، والتي من الممكن أن تستخدم في الإنفاق الاستثماري وتطوير الدولة. ثانيا أن الإبقاء على سعر الصرف يعني أن حجم الإنفاق أقل ومقدار الفائض المالي أكثر، وخصوصا بالأسعار الحالية للنفط، وكما أن الحكومة الحالية هي مطالبة بإجراء إصلاحات وتواجه تحديات كبيرة جدا وفي كل القطاعات ومنها الكهرباء والصناعة والزراعة، وحيث أن المبلغ الذي من الممكن صرفه على الإنفاق العام في حال خفض سعر الصرف ممكن استخدامه في إنشاء مشاريع بكهرباء، ومن الممكن أن تحل جزء كبير لا يقل عن 50% من حجم العجز في التوليد البالغ أكثر من 10,000 ميجاوات. ثانيا من ناحية المواطن، عادة أن المواطن لا يعلم بخفايا التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في توفير مبالغ الرواتب أو إنشاء مشاريع، وهي أيضا في تماس مباشر بالسوق، وخصوصا المواد التي تدخل في حياته اليومية مثل الرز والزيت والسكر، وهذا يعني أن التخفيض في جانب المواطن. الخلاصة أن التخفيض في صالح الحكومة لأن ذلك سيقلل الإنفاق ويزيد الفائض، وأما إعادة سعر الصرف للسعر القديم هو بصالح المواطن لأن الأسعار ستقل كثيرا، لكن في رأيي أن الحل الوسط هو أن يكون الوسط بين الاثنين، أي يتم تخفيض سعر الصرف إلى 1350 دينار للدولار الواحد، وبالتالي يتم أرضاء المواطن بتقليل الأسعار، وحافظت الحكومة على جزء كبير من الإيرادات والتي من الممكن استخدامها في المشاريع التنموية والاستراتيجية.